يسعد مساكم ويسعد جميع أوقاتكم، وأهلا وسهلا فيكم بهالحلقة الجديدة من برنامج المليونير. إن شاء الله تكونوا مبسوطين ومستمتعين معنا. مثل العادي رح نبدأ بسؤال المشاهدين، والسؤال اليوم هو: ما صفة الرجل الذي يبني نفسه بنفسه؟ انتهازي، عصامي، أناني، اقتصادي؟ الجائزة مثل ما بتعرفوا هي 10,000 جنيه، فيكن تشاركوا بالتليفون أو عبر الاس ام اس. أول ضيف بحلقتنا الليلة هو أحمد عبد الرحمن. شكراً. وين كنت رايح لهوني؟ كنت رايح أسلم على الجمهور. تسلم على الجمهور. يا أهلا وسهلا فيك. خلص. بس أنت عم تتأكد لتشوف إذا سلمى هون، مش هيك؟ كنت عايزها هنا. عايزها بوجهها. قبيلك. لا، يوراك. يوراك. دايماً الضيف، الضيف بيكون وراء المتسابق. تمام. بقى سلمى مين بتكون؟ بنت أخويا. بنت أخوك. خبرني أنت شو عندك أولاد؟ متزوج؟ شو بتشتغل بالحياة؟ الحمد لله. متزوج وعندي أولاد، عندي إسماعيل ويوسف. وأنا بشتغل في شركة بناء سفن. بناء سفن؟ أوه حلوة. شغلة ممتعة هيدي. بنبني المراكب. وين مركز عملك؟ هنا في أول طريق الصعيد. إحنا بنبني مراكب للنيل. فبتشتغل الأوتيلات، الفنادق العايمة في الأقصر وأسوان. نعم. والمطاعم العايمة في القاهرة. أخي أحمد، عندك 15 سؤال إلى المليون. تبدأ بسؤال المئة جنيه وإن شاء الله نخلص إحنا وياك على المليون. إن شاء أوكي. الله. المحطات هي أول محطة السؤال الخامس 1,000 جنيه، ما بتقدر تخسرهم. المحطة اللي بعدها هي السؤال العاشر 32,000 جنيه، برضو ما بتقدر تخسرهم. ثم عندك وسائل المساعدة، عندك الاستعانة بالجمهور، الاتصال بصديق أو حذف الإجابتين، والوسيلة الرابعة هي شو هي؟ تغيير السؤال. تغيير السؤال. ما حلل. بتغيره لمرة واحدة فقط، إنما بعد السؤال العاشر. الوقت عندك أول 5 أسئلة، الوقت محدد للإجابة ب30 ثانية. الخمس أسئلة اللي بعدها بيصير الوقت محدد ب45 ثانية. أنا جاهز. وأنا جاهز. وأنت جاهز؟ على المليون؟ خلينا في المية الأول. يلا خلينا في المية مع أحمد عبد الرحمن والمليونير. السؤال الأول. تفضل. أكمل المثل التالي: الشاطرة تغزل على باب الدار، قميص من غير زرار، بودن الفار، برجل حمار. جواب نهائي 4. 4. وليش ما بتقول برجل حمار؟ يعني بتستحي مكسوف. الجواب صح، صاروا 100 جنيه. السؤال الثاني: من من هؤلاء ليس رسام كاريكاتير مشهور؟ حسين بيكار، مصطفى حسين، جورج البهجوري، جورج إرداحي. برافو، منيحة منيحة. يلا. أنا كنت أقول لك احذف إجابتين. حيخلوا لك جورج إرداحي والمشهور. جواب نهائي 4. مين؟ جواب نهائي 4، جورج إرداحي. تعرف أنا التهيت، أنا التهيت، فكرت من من هؤلاء رسام كاريكاتير مشهور. يا سيدي الجواب صح، ربحتك أنا 200 جنيه. سؤال كده: ما جنسية الرسام الشهير سلفادور دالي؟ إيطالي، يوناني، برتغالي، إسباني. دالي. جواب نهائي 4. إسباني. 4. إسباني. تذكروا دالي؟ طبعا. شواربه كده و... لا ده مش كده بس، ده كده كمان. الجواب صح. السؤال الرابع: بأي سلاح اغتيل يوليوس قيصر؟
الخنجر، الرمح، المسدس، السيف. جواب نهائي واحد، خنجر. مسدس خنجر. سيريوس قيصر المسدس. وأنت أيضا يا بروتوس. حتى أنت. وأنت أيضا يا بروتوس. يا مسكين، الجواب صح. السؤال الخامس، في أي بلد أوروبي يقع مقر حلف شمالي الأطلسي؟ فرنسا، بلجيكا، تركيا، ألمانيا. حلف شمالي الأطلسي، 30 ثانية. سهل ولا مش صعب كثير؟ مش صعب. ايه شي يلا. والله مش متأكد يا مستر جورج. يلا تحسب إجابتين؟ لا شو بدك تقول؟ هقول اثنين. اثنين بلجيكا. جواب نهائي. جواب نهائي. مش متأكد بلجيكا؟ لا أنا قلت مش متأكد بس قلت بلجيكا. يا رجل حلف شمالي الأطلسي، هي تركيا مش حلف عضو بحلف الأطلسي؟ عضو. إنما ما فيهاش مقر حلف شمال الأطلسي. فرنسا. ولا فرنسا. طب ألمانيا يا سيدي كرمني أنا. ولا ألمانيا. جواب صح صاروا. يا سيدي الألف جنيه ما بقى تخسرهم. مبروكين عليك. بدك تمشي؟ حلو كده. بعد في عندك وسائل مساعدة، بدك تستشير الجمهور إذا بيخلوك تمشي. طيب. بدنا على كل حال قبل ما تمشي راح نتوقف للإعلان. فاصل إعلاني ثم منتابع مع الأخ أحمد عبد الرحمن، خليكم معنا. مستمرين سوا بالحلقة من برنامج المليونير على شاشة الحياة، معنا الأخ أحمد عبد الرحمن. أخي أحمد نحن كتير سعداء فيك. ربنا يخليك. أنت خلقت جو يعني بهالاستوديو مش معقول. الله يخليك. صار معك ألف جنيه ولازم يصيروا تزيدهم بعد ثلاث سفورة إن شاء الله. أوكي إن شاء الله. بنروح على السؤال السادس. تفضل. يلا. هذه الدولة لها حدود برية مع المملكة العربية السعودية فقط، قطر، البحرين، اليمن، الإمارات، مع العربية السعودية فقط تبع الوقت. صار فهلأ صار مدة الوقت 45 ثانية، إنما فكر مزبوط. أنا عم بحكي أنت فكر. عندك ثلاث وسائل مساعدة. دولة لها حدود برية مع بس ما عندها إلا السعودية، يعني بك تتخيلها كيف. قطر، البحرين، اليمن، الإمارات. فكر يلا. اليمن. في عندك وسائل مساعدة. يلا عش سويني روج. شو بتعمل؟ اليمن. اليمن. خلص الوقت يا رجل. ليش اليمن يا سيدي؟ بس عندها فقط اليمن عند المملكة العربية السعودية. اليمن أصلها على رأس المثلث الأخير في البحر. نعم. الأحمر. نعم. البحر الأحمر من ناحية. نعم. ومحيط الهندي من ناحية. نعم. ما يبقاش في حدود إلا مع شمالها مع السعودية بس برية. بعد عندك ثلاث وسائل مساعدة. سلمى شو بدنا نعمل فيه عمك؟ لا هو صح إن شاء الله. صح هو صح إن شاء الله. وانتي كمان عم تقولي نفس الشيء. اثنينكم صرتوا مزدوج. غلط غلط. قطر. قطر قطر. والله روحت عليك. ثلاث وسائل مساعدة. مشكلتنا بالوقت لأنه الوقت بداهم. حتى مثلا لو ما جاوبتني كنت خسرت. عشان الوقت. عشان الوقت. بس قلت لك في عندك وسائل مساعدة. أصريت على اليمن. أنا كتير زعلان منك. لا لا زعلان. أنا شفتك على خير. أنا زعلان منك. دي أهم حاجة. بدنا نحيي تحيي كتير كبيرة لأستاذ أحمد. بدي استقبل الآن ضيف آخر، هو السيد طاهر سعيد.
اهلا وسهلا. اهلا بك. كنت عم تتابعنا؟ كنت عم تتابعنا؟ طبعا. يا هلا. يا استاذ طاهر، خبرني شوي عن نفسك. انت مين؟ طاهر. عندي 51 سنه. شو بتشتغل؟ مهندس بترول. وعندك اولاد؟ طاهر اولاد ودارين ودانا. ما شاء الله، الله يخليهم. الله يخليهم. في شاب اجى معك، مين هو؟ ابن خالي معتز. معتز، اهلا بمعتز. اهلا فيك، اهلا وسهلا. ومعتز شو بتشتغل؟ انا مدير تنفيذي في احدى المدارس الدوليه. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم اثنينكم، وان شاء الله تكون رحلتكم موفقه ان شاء الله. ربنا الى هيك. المليون اخي طاهر، 15 سؤال ما في لزوم اشرح لك، اهم شيء تنتبه على وسائل المساعده. عندك الجمهور، عندك الاتصال بصديق، عندك حذف الاجابتين، وعندك الوسيله الرابعه هي تبديل السؤال لمره واحده، ما فيك تستخدمها الا بعد السؤال العاشر. الوقت، انتبه على الوقت، لانه اذا تاخرت بالاجابه بعدين بيغدرنا الوقت. صار معنا هلا قبل شوي، شفت كيف صار مع السيد احمد، بقى انتبه انت. منبلش؟ نبدا؟ نبلش. اذا مع الاخ طاهر سعيد والمليونير. السؤال الأول، المتهم بريء حتى يدفع كفالته، تثبت إدانته، يغير حكايته، يطلق مراته. هذا شو؟ ما بده تفكير يا زلمة. اثنين جواب نهائي. جواب نهائي تثبت إدانته، الجواب صح، صاروا 100 جنيه. السؤال الثاني، من الفنانين الذين اشتهروا بفن المونولوج؟ محمد انديل، سيد درويش، محمود شكوكو، عبد الغني السيد. الإجابة رقم 3، محمود شكوكو. جواب نهائي. جواب نهائي، شكوكو مشهور طبعا. الجواب صح، 200 جنيه. السؤال الثالث، ما جنسية الفنان وليد توفيق؟ لبناني، مصري، تونسي، إماراتي. الجواب رقم 1، جواب نهائي. لبناني؟ وليد توفيق؟ لبناني صحيح؟ لبناني. السؤال الرابع، في عهد من حكام مصر شيد برج القاهرة؟ الملك فاروق، الملك فؤاد الأول، جمال عبد الناصر، أنور السادات. برج القاهرة. برج القاهرة أنشئ في عهد الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر. جواب نهائي. جواب نهائي، مظبوط صحيح. 1961 سنة تولد فيها. 187 متر علوه. السؤال الخامس، ما الاسم الذي عرفت به الدول التي بقيت على الحياد في صراع الحرب الباردة؟ دول عدم التطرف، الدول الواعية، دول عدم الانحياز، الدول الحكم. الإجابة رقم 3، دول عدم الانحياز. جواب نهائي. الجواب صح، صاروا 1000 جنيه. الألف ما بقى تخسرهم. هلأ دخلت بمرحلة تانية، 5 أسئلة، مدة الإجابة على كل سؤال هي 45 ثانية. ما تنسى وسائل المساعدة. نتابع؟ يلا طبعا. إلى السؤال السادس. السؤال، ما أكبر عدد نقاط ممكن تسجيله من تسديدة واحدة في كرة السلة؟ 4 2 5 3. الإجابة رقم 4 3. جواب نهائي. 3 3، والجواب صح. إن شاء الله تضل الأسئلة سهلة هيك. ها، بلشت ترتاح، عم شوفك بلشت ترتاح. يا مسهل، بالأول كنت مشدود شوي. لا أوكي. السؤال السابع، ما كانت عاصمة الدولة الأموية في الأندلس؟
قرطبة، إشبيلية، غرناطة، قادش. 45 ثانية انتبه، يعني انتبه، محيرة هي شوي، ما تتسرع كتير، في وسائل مساعدة. الوقت عم بيمر، عم تخسر وقت. لا مش هنخسر وقت. نحذف اجابتين، وقفوا له، نحذف له اجابتين للاستاذ طاهر. حذفنا اجابتين، عندك قرطبة او غرناطة، وانتبه. الاجابة رقم 3 غرناطة، جواب نهائي. الجواب نهائي. مشكلة هالجماعة ما عم بينطروني انا لاسألهم اذا جواب نهائي ولا لا. بيعطي الاجابة بيقول لك جواب نهائي، والكمبيوتر بيسمع جواب نهائي بيثبت له الإجابة. ليك إذا أنا ما بدي أقول جواب نهائي ما قالي شزوم أنا. كل القصة واقفة على الجواب النهائي. كل القصة يا باش مهندس واقفة على الجواب النهائي. قلت لك أنا انتبه، في فخ، في فخ، انتبه انتبه، في وسائل مساعدة، ما سمعت مني والجواب غلط. قرطبة، قرطبة. يعني رجعت للألف. رجعت للألف. كفاية. كفاية. كفاية الألف. يا سيدي بنتشكرك، بدنا نودعه كمان بتحية كبيرة. بدنا نتوقف الآن لفاصل إعلاني، ثم منتابع مع ضيف أو ضيفة أخرى. هلأ منشوف بعد الإعلان، خليكم معنا. برحب فيكم من جديد بالحلقة من برنامج المليونير على شاشة الحياة. بدي استقبل الآن ضيف ثالث بالحد، مصطفى. مصطفى، يا اهلا وسهلا. هلا الاعتماد عليك ما بقى فيه، بعد الله. يعني اول واحد الف والثاني الف، انت ان شاء الله المليون. اوكي يا رب. اخي محمد خبرني شوي عن نفسك، اجت معك المدام؟ لا، اختي. اختك، خبرني عن حالك شوي. اختي المدام في اسكندريه حاليا، منتظراني على خر من الجمر. أيوة. وحاليا انا منتظر ابني 9 شهور يوسف. بسم الله. شو عندك يعني اولاد غيره؟ شو عندك اولاد؟ يوسف. يوسف الله يكرمك. فيرست. شو بتشتغل حضرتك؟ محاضر لغات. يا سيدي بدي اقول لك الله يوفقك الى المليون. امين. مش رح نضيع وقت، رح نروح دغري الى المسابقه. وسائل المساعده ما تنساها. انت جاهز؟ ان شاء الله. ان شاء الله. اذا مع محمد مصطفى والمليونير. قبل ما بلش انتبه، يعني لا تتسرع تقول جواب نهائي مثل ما حصل باللي سبقوك اثنين. خد وقتك، فكر، في وسائل مساعدة استخدمها، حرام تحرقها وما تستخدمها وتخسر. ان شاء الله ما تخسر يا رب. السؤال الاول 100 جنيه. اهم ما يميز لبس العروسة في ليلة العمر، الطرحة، الفرحة، الزفة، الزحمة. إجابة رقم 1 الطرحة، جواب نهائي. الطرحة جواب نهائي مظبوط. فيك تقول جواب نهائي، فيك تقول لوحدك جواب نهائي حتى السؤال الخامس، بعدين ريح. سبق لحضرتك. يلا السؤال الثاني. من أدوات الغطس تحت الماء، أنابيب الأكسجين، ميزان المياه، سلاسل الحديد، جهاز التبريد. إجابة رقم 1 أنابيب الأكسجين، جواب نهائي. مش ميزان المياه، اللي بيركبوا البلاط والسيراميك ممكن ميزان المياه تبقى منطقية أكتر. جواب صح.
شكرا. السؤال الثالث، من لعب دور زكي دسوقي في فيلم عمارة يعقوبيان؟ عادل إمام، فريد شوقي، حسين فهمي، نور الشريف. مين؟ هات لنشوف الوقت. أخذ رأي الجمهور. نأخذ رأي الجمهور. كويس، يلا يا جمهور بدنا نساعده للأخ محمد اللي بيعرفوا بيجاوبوا. من لعب دور زكي دسوقي في فيلم عمارة يعقوبيان؟ عادل إمام، فريد شوقي، حسين فهمي، نور الشريف. تفضلوا. الجمهور عطيك نسبة 97% للإجابة، رقم واحد عادل إمام. شو عادل إمام؟ جواب نهائي. عادل إمام. عادل إمام. عادل إمام. جيهان أنت شو قلتي؟ جيهان شو قلتي؟ عادل إمام. متأكدك أنت؟ لا. ما كنت متأكدة برضو؟ طيب عادل إمام الجواب الصح. يلا السؤال الرابع، أي من هذه الخضر الأربع يمد الجسم بالبيتا كاروتين؟ المقدونس، الجزر، النعناع، البطيخ. بيتا كاروتين. تبع الوقت. بيتا كاروتين، كاروت، جزر. إن شاء الله جواب نهائي. جزر. كويس، بعرف ضمن الوقت والجواب صح. هلأ السؤال الخامس بألف جنيه، جاوب صح وما تقعد تخسر الألف. يلا، أغنية محمود العسيلي لما تلاقي الجد في إيده حفيده والناحية الثانية الصبحة في إيده يبقى أنت أكيد في مصر، بتحج في الشارع في الجامع. جواب نهائي إن شاء الله إجابة رقم واحد، في مصر. في مصر، تبقى في مصر والجواب صح، صاروا 1000 جنيه. السؤال السادس، الأتان هي أنثى الأرنب، أنثى الحمار، أنثى الثعلب، أنثى الهر. الوقت. إن شاء الله جواب نهائي الإجابة الثانية، أنثى الحمار. الأتان جواب نهائي. أنت تبرعت قلت جواب نهائي. جواب نهائي. جواب نهائي. أتان دخل السيد المسيح بيت المقدس على أتان أنثى حمار. صحيح، بالإنجيل بيقولوا أنه في لوقا راكبا مرقص على جحش ابن أتان، مش هيك؟ هالجواب صح. السؤال السابع، أي سلاح أبيض من أسمائه عند العرب الأبتر والأزود والأغلف؟ الخنجر، السيف، الرمح. الأبتر والأزود والأغلف. تبع الوقت، في وسائل مساعدة. الإجابة الثانية السيف. السيف جواب نهائي. إن شاء الله جواب نهائي. ليه ما فكرت بالخنجر؟ الأبتر والأزود والأغلف. الأغلف.
الأبتر يعني بده يكون قصير، بده يكون قصير. راح بعطيك الإجابة، ولكن بدنا نتوقف قبلا لفاصل إعلاني. ما تنسوا سؤال المشاهدين، راجعين نتابع مع محمد مصطفى، خليكم معنا. حلقتنا مستمرة لليلة، معنا الأخ محمد مصطفى عم بيشارك، هو المتسابق الثالث بهالحلقة. محمد معه 2000 جنيه، السؤال السابع ب 4000 جنيه، والسؤال كان التالي: أي سلاح أبيض من أسمائه عند العرب الأبتر والأزود والأغلف؟ الخنجر، السيف، الرمح، الفأس. هو اختار السيف، يعني ما بعرف، أنا أول مرة بسمع بهالصفات. الأبتر يعني محمد، الأزود هو السيف القاطع. الأبتر هو السيف القصير. قصير. انتبه على الوقت، بعد عندك وسيلتين مساعدة، عندك الاتصال بصديق، عندك حذف الإجابتين، ما توفر صديقك إذا كان شاطر. السؤال الثامن ب 8000 جنيه. الفسطاط مدينة مصرية بناها عمرو بن العاص عام 641، ما معنى اسمها؟ الشجر الشاهق، النهر، التلة، الخيمة. الفسطاط. إن شاء الله جواب نهائي الإجابة الرابعة، الخيمة، وهي بتبقى المرتبطة بقائد الجيش خصوصا، اللي بتبقى في قلب المعسكر. الفسطاط. جواب نهائي الخيمة. ليش اخترت الخيمة؟ لأن دي المنطقة اللي عسكر فيها برا القاهرة وهو بيحاصر حصن بابليون قبل ما يفتح مصر. وسموها الفسطاط لأنه شو؟ لأنه منطقة هي المرتبطة بالامتداد بتاع القاهرة القديمة. الفسطاط. بس لها علاقة بالخيمة يعني؟ لأن الفسطاط هو خيمة قائد الجند بتاع الجيش، بتبقى في مركز المعسكر. إذا بتعرف أنت أن الفسطاط هو الخيمة، خيمة القائد. والجواب صح، صار 8000. سؤال التاسع: إلى أي عائلة من الحيوانات ينتمي الطنان؟ الزواحف، الطيور، الأسماك، الحشرات. 45 ثانية انتبه. أطلب حذف كده إجابتين. نحذف إجابتين، إذا بنحذف له للأخ محمد إجابتين، نترك له إجابة صح وإجابة غلط، أو إجابة غلط وإجابة صح. حذفنا. جواب نهائي إن شاء الله الإجابة الثانية، من الطيور. الطنان من الطيور. ذكرت هلأ الطنان من الطيور. أسرع ضربات الأجنحة بالنسبة لمملكة الطيور كلها. أسرع عدد ضربات أجنحة في الدقيقة. كيف بيكون هذا؟ زي العصفور يعني؟ عصفور هو بياخد الرحيق بتاع الأزهار، بس أسرع ضربات أجنحة بالنسبة لكل مملكة سريع الطيور. سريع. سريع. بيبقى ملون. في ألوان متعددة. يا سيدي كان معك 8000 جنيه وصار والحمد لله 16000. أيوة جيهان، لو بتشوف جيهان شو عم تدعي لك؟ بركة. مرعوبة برضو؟ يلا إن شاء الله خير. السؤال العاشر ب 32000، إذا جاوبت صح بتضمن إنه 32000 بيضلوا معك، ما بتقعد تخسرهم. نشوف السؤال: أي من هذه الدول غلبت ألمانيا الغربية في كرة القدم بمونديال 1982؟ انتبه. تونس، الجزائر، الكويت، المغرب.
45 ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. جواب نهائي الجزائر، وخسرت 3-2، وتم الاتفاق ما بين ألمانيا وتشيكو إخراج الجزائر عشان ما تصعدش لدور ال 16. خلص راو امشي أنا لكن. شخصية رائعة. جواب نهائي؟ إن شاء الله. معلوماتك الرياضية هايلة يبدو. غلبان ومحظوظ. صاروا 32 ألف جنيه جاي صح. هلأ صارت مفتوحة المسابقة، فيك تاخذ وقتك، ما فيش تايمينج أهم حاجة، ما في تايمينج، وصار فيك تستعين، صار عندك وسيلتين، يعني تبديل السؤال بالإضافة إلى الصديق اللي ما استخدمته بعد. أوكي، السؤال 11، السؤال 11، مخرج سينمائي أوروبي اشتهر بإخراجه ثلاثية أفلام الألوان الثلاثة الأزرق والأبيض والأحمر، هو البولندي رومان بولانسكي، فريدريكو فليني، لارس فون تراير، كريستوف كيسلوفسكي. خد بقى هات لشوف، هذا الكمبيوتر عم بيتحداك. شو عم تفكر محمد؟ رومان بولانسكي. إذا جاوبت ما بتخسر، بتضل على 32 ألف، بس إحنا ما بدنا إياك تضل على 32 ألف. لارس فون تراير الاسم هولندي بحت، يا بولندي يا بلجي، يا هولندي يا بلجيكي. كريستوف كيسولوفسكي هو ده المشكلة مع رومان. ما عم أقول لك هو ده المشكلة. ما بعرف، أنا خد أنت القرار، في عندك اما تبديل السؤال او انه تستعين بصديق او بدك تجاوب. انا عن جد انا محتار. استعين بصديق. من هو الصديق؟ اختي الثانية. مين؟ شيرين مصطفى. طيب شو نحن بدنا اختي الثانية نسيت اسمها؟ لا شيرين. القعدة دي بتنسي حاجات كتير. لا ما شاء الله عليك. شيرين شو بتشتغل شي شيرين؟ مدرسة رياضة مدرسة. أطفال. يلا نطلب شيرين. ألو مدام شيرين، مساء الخير. مساء النور أستاذ جورج، إزاي حضرتك؟ الحمد لله عيوني، كيفك أنت؟ الحمد لله بخير. أنت بالإسكندرية حاليا؟ نعم. أنت بالإسكندرية حاليا؟ أيوة فندم. يا ستي معنا أخوكي الأخ محمد عم بيشارك بالمسابقة، بحاجة لمساعدتك. معكن 30 ثانية من وقت ما يبدأ محمد بالكلام، تفضل محمد. أشاري مخرج سينمائي أوروبي اشتهر بإخراجه ثلاثية أفلام الألوان الثلاثة الأزرق. مخرج أوروبي؟ مخرج سينمائي أوروبي اشتهر بإخراجه ثلاثية أفلام الألوان الثلاثة الأزرق الابيض الازرق والابيض والاحمر، هو البولندي رومان بولانسكي ولا كريستوف كيسلوفسكي ولا كريستوف كيسلوفسكي. كريستوف كيسلوفسكي ونعمل عون يا شيرين. شيرين ونعمل عون. انت معودها شيرين تردد وراك. يعني بس ما كنتش محتاجه تردد خالص المره دي. كل ما قلت لها اسم بترد وترد وراك. انا لاحظت حضرتك ان انا انا اختصرت الاثنين كمان. ايه واو، هي اللي ردي ورايا يا شيرين. بعد في عندك وعد تغير السؤال اذا بدك، او بدك تجاوب مثل ما بدك، انا ما فيني اقول لك شيء. ان شاء الله رومان بولانسكي. خلاص ان شاء الله. ان شاء الله بنخلي التبديل للسؤال اللي بعده ده لو في بعده. انا بتمنى يكون في بعده. وانا يعني اكتر جواب نهائي. يا رب امين ان شاء الله.
الجواب نهائي؟ نهائي. نهائي إن شاء الله. والله أنا مثلك كنت شاكك بهالقصة. هو رومان بولانسكي بولوني؟ بولندي يعني؟ I think اسمه بولندي قوي. لو ده مش اسمه بولندي كان عايش في فرنسا، بس ما بعرف اذا بولانسكي. ليك خيي بقول لك شغلي بكل صراحة حتى ما عزبك يعني، وهذه شغلي كان معك 32,000 بقيوا 32,000 للأسف. طلع هذا الثاني اللي خايفين منه كريستوف كيسلوفسكي. لا مش عارف انطق اسمه اساسا. يا سيدي كنت رائعا على كل حال، يعني ب 32,000 كأنك ربحت المليون. أنا بتشكرك وتحية لجيهان كمان ولشيرين ولزوجتك وابنك يوسف. شكرا للجمهور. مشاهدي الكرام بشكركم. أنا كنا بودنا أنه نشوف لنا شيء كسبان للمليون، بس للأسف ما قدرنا. مش سهل المليون مثل ما قلت لكم مرارا، مش سهل. على كل حال إلى اللقاء في حلقة مقبلة، ما تنسوا سؤال المشاهدين، وشكراً.